رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معا سلسلة إكسل للمبتدئين ICDL، الحلقة رقم 11 بعنوان دالة F البسيطة والمركبة، واللي هنتكلم فيها بإذن الله عن نوع دالة F وإيه هي وظيفتها وإيه هو شكل الدالة وما هي دالة F البسيطة وما هي دالة F المركبة، ونشوف أمثلة على ذلك. أولا نوع الدالة، دالة F يعني هي من معناها باللغة العربية معناها لو. فإذا نوع الدالة من الدوال المنطقية تعتمد على المنطق، يعني لو كان أحمد هيكون طويل، لو كان علي هيكون قصير، لو كان الطالب جاب 50 درجة من 100 هيكون تقديره مقبول، لو كان جاب أكتر من كده يكون تقديره امتياز، أو هيكون ناجح أو هيكون راسب. فبتعتمد على الشرط وجواب الشرط، تعتمد على الشرط وتحققه في حالة الصحة أو عدم تحققه في حالة الخطأ. وظيفة الدالة أنها تقوم بالمقارنة بين جزئين، يا إما في حالة تحقق الشرط يعني في حالة الصحة، أو في حالة عدم تحقق الشرط يعني في حالة الخطأ. شكلها، تعال نشوف شكل الدالة. دالة F لو أنا كتبت يساوي و F، ده شكل الدالة. اولا بقول لي اف، بعد كده لوجيكال تيست، وده المقطع الاول في الداله ومعناه الشرط المنطقي، يعني ايه هو الشرط اللي انت هتحطه للداله. بعد كده خد بالك في حاجه اسمها سيمي كولن او فاصله منقوطه، اللي هي عباره عن حرف الكاف. في اجهزه اخرى ما بتكونش فاصله منقوطه، بتكون فاصله فقط اللي هي بحرف الواو، فعلى حسب الجهاز بتاعك وعلى حسب بلدك في الويندوز نفسه. بعد كده المقطع الثاني اللي هو بين قوسين، فاليو اف ترو، لو كان القيمة صحيحة، يعني مثلا قلت لك ايه، لو كان الطالب اكتر من 50 اكتر من او يساوي 50 هيكون ناجح. فاذا القيمة لو كانت 50 اذا القيمة صحيحة، اذا يتحقق الشرط ويكتب كلمة ناجح. لكن لو لم تكتب القيمة 50 وكانت اقل من 50 اذا الشرط خاطئ وتكتب كلمة راسب. هنشوف الكلام ده عملي باذن الله. يبقى ده شكل مقطع الدالة. يعني مثلا على سبيل المثال انا عايز اعمل خانة هنا واسميها مثلا ايه المتاح او الكمية المتاحة، بهذا الشكل تمام. انا هنا هكتب الدالة F البسيطة، هستعمل الاول دالة F البسيطة. عايز ايه الشرط بتاعي، بقول له ايه، لو كانت الكمية اكبر من صفر اكتب لي كلمة متاح، ولو الكمية تساوي صفر هتكتب لي نفذ او غير متاح. تعالى كده نشوف هنكتبها ازاي. الاول في طريقتين للكتابة، الطريقة اليدوية وهي الاصعب، والطريقة اللي هي الخاصة بالانسرت فانكشن وهي الأسهل. احنا نشوف الطريقتين بإذن الله. الأول طبعا أي دالة أكتب الأول يساوي بعد كده F، أدي الدالة بتاعت F، أضغط مفتاح التام. اللوجيكال تيست اللي هو الاختبار المنطقي هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن الكمية دي اللي أنا بختبرها، الكمية اللي هي في الخلية H11. خد بالك ما تركزش معايا أنت في الخانة دي، ركز معايا في الفورمولا بار فوق. لو كانت الخلية دي أكبر من صفر، لاحظ كتبت اكبر من ازاي، عملت شيفت وحرف الزال تمام، شيفت وحرف الزاي تمام، حرف الزاي اللي هو بجوار حرف الظا وحرف الواو. يبقى بقول له لو كانت الكمية اكبر من صفر واضغط على حرف الكاف تمام، اضغط على حرف الكاف كده بقوله لو كانت الكمية أكبر من صفر. طب قول لي طب افرض كانت أكبر من صفر أعمل لك إيه؟ أقول له آه، في الحالة دي أعمل علامتين تنصيص
عفوا اهي، هدخل في الفورمولا بار علامتين تنصيص وهكتب بالعربي متاح، واروح بعد العلامة التانية كده واعمل علامة تنصيص. لاحظ معايا انتقال المقطع في الدالة الى اللون الاسود، هي سوف ينتقل الى الجزء الثالث في الدالة. لاحظ هنا في الحالة دي اكتب، طب بقول لك لو ما كانش اكبر من صفر اعمل لك ايه او اكتب ايه؟ اكتب غير متاح. انا بكتب علامات التنصيص لان انا بدخل نص، لكن لو انا بدخل رقم لا يشترط ان انا اكتب علامات التنصيص. واضغط انتر اهو قال لي متاح لانه الكمية كانت اكبر من 25. طب تعالى نعمل اوتو فيل، قال لي متاح فعلا اكبر من صفر، متاح اكبر من صفر. هنا بقى مش اكبر من صفر راح كاتب لي الشرط غير متاح، هنا اكبر متاح، هنا مش اكبر راح كاتب لي غير متاح. ودي اسمها دالة اف البسيطة لانها بتعتمد على شرط واحد وقيمة واحدة، لو كان اكبر من صفر اكتب متاح، غير كده اكتب غير متاح. طيب تعالى مثلا نعمل شرط او دالة اف المركبة، ازاي نعملها؟ هنعملها المرة دي بالانسيرت فانكشن بهذا الشكل، وادي دالة اف، او ممكن من فورمولا ولوجيكال واختار اف بهذا الشكل. اللوجيكال تيست اللي هو الشرط بتاعي الكمية، تمام؟ بقوله لو الكمية أقل من أو أكبر من، عفوا أنا بكتب بالعربي، أكبر من، لو الكمية أكبر من مثلا 15، لو الكمية أكبر من 15 راح أقل لي ترو، فعلا الكمية دي أكبر من 15 اللي هي 25، قال لي النتيجة فورا ترو يعني صحيحة أكبر من 15. value of true يعني القيمة لو كانت صحيحة وهي بالفعل صحيحة أكتب لك إيه؟ في الحالة دي مش هعمل علامة تنصيص، هو هيكتبها لوحده. أكتب مثلا إيه؟ أوشك على النفاذ، لأ بدل أكبر من 15 هنخليها مثلا أكبر من 40، هنكتب متوفر، تمام؟ طيب value، شوف لما انتقلت راح حطها لي بين علامات التنصيص لان عارف انها نص. هنا value of false، لو كانت القيمة غير صحيحة اعمل ايه؟ اقول له انا عايزك تبدأ لي دالة f جديدة لان هدخل f المركبة، اضغط هنا على الدالة f اصبحت القيمة فارغة. ولاحظ هنا في الفورمولا بار دخل لك f تانية. طيب اللوجيكال تيست لو كانت نفس القيمة، احنا كتبناها كام؟ اكبر من 40. لو كانت القيمة أكبر من، برضو كنت بكتب بالعربي، أكبر من وليكن مثلا 25، هتكتب إيه؟ هتكتب أو شكت على النفاذ. طيب لو القيمة خاطئة، تمام، لو القيمة خاطئة أقول له مثلا دخل الـ F كمان مرة، أقول له لو الكمية بتاعتي أكبر من 10، لو الكمية بتاعتي أكبر من 10 هتكتب إيه؟ هتكتب نقص حاد. طيب لو ما كانش كده هتكتب نفذ، وقول له أوكي. هنا نقص حاد يبقى اكيد كلهم او شكت على النفاذ، متوفر، نفذ، نقص حاد، نفذ، متوفر. تعالى كده نراجع الدالة بتاعتنا. انا بقوله لو كانت اكبر من 40 يكتب لي متوفر. طب هي ايه؟ مش اكبر من 40، هي 25، فاذا مش هيكتب لي متوفر. طيب نشوف الشرط اللي بعده. طيب لو كانت أكبر من 25، خد بالك أكبر من لا تساوي، أكبر من 25 اكتب أو شكت على النفاذ. طب هي مش أكبر من 25، ده هي 25 بالظبط. طيب لو كانت أكبر من 10 اكتب نقص حاد، فعلا هي أكبر من 10 يبقى اكتب له إيه؟ نقص حاد. هنا أو شكت على النفاذ قال لك إيه؟ أكبر من 40 لا يبقى مش متوفرة،
أكبر من 25 نعم يبقى إذا أوشكت على النفاس، وهكذا قس على الباقي. يبقى أنا أشوف دخلت كام دالة F، أدي واحدة اتنين تلاتة، تلات دوال F كل واحدة لها شرط ولها جواب الشرط في حالة الصحة وفي حالة الخطأ. نفس الأمر ينطبق على تقديرات الطلاب. أقول له مثلا لو كان الطالب، هنعتبر الكمية الطالب، لو الطالب أكبر من مثلا 50، لو كان الطالب أكبر من أو يساوي، شوف ممكن أعمل هنا علامة يساوي بهذا الشكل. شوف تم التغيير، هنعملها كده، تم التغيير دي أوشكت على النفاذ لأنها أكبر من أو يساوي 25. طبعا الأكبر من بهذا الشكل، دي اللي هي الشروط في الدالة، أكبر من، أصغر من، أكبر من أو يساوي، أصغر من أو يساوي، طبعا يساوي معروفة، لا يساوي تكون بهذا الشكل. تمام، فهنا ظهرت لي أوشكت على النفاذ لأن دخلت المعامل يساوي. فكده ممكن نطبق الكلام ده على تقديرات الطلبة. هنفترض مثلا إنه دي تقديرات للطلاب من النتيجة مثلا من 50. تمام، هنعمل الدالة بتاعتي هنا أهو، المرة دي هعملها لك يدوي، مش هعملها لك بالطريقة التانية. هقول له هنا يساوي، وآخد هنفترض إنه هي دي درجة الطالب، وأقول له دي. بس خد بالك في درجة الطالب أو في عملية التقديرات أنا بجيب من أعلى لأسفل وليس من أسفل لأعلى. يعني هنا أنا جبت من أسفل إلى أعلى في دي، لكن في التقديرات هجيب من أعلى إلى أسفل. لو كانت درجة الطالب أقل من، عفوا أكبر من مثلا 40، أنا ما كتبتش دالة F أصلا، F لو كانت درجة الطالب أكبر من 40، وهعمل السيمي كولون من الفاصلة المنقوطة، والشرط بتاعي ده بنكمل هنا 40 مثلا، هديله درجة A. تمام، طيب غير كده افرض مش ما كانش أكبر من 40، لا ده كان هدخل دالة جديدة اللي هي دالة F بهذا الشكل، بضغط أنا على حرف الـ I وبيظهر لي أول واحدة F، بعد كده أضغط على مفتاح التاب بيكمل لي الدالة لوحده، ولاحظ إنه فتحت قوس لونه أخضر. بختار نفس الخلية برضو وأقول له لو كانت أكبر من بس 35 مثلا أو 30، كانت أكبر من 30، وأعمل السيمي كولم وأقول له إديني مثلا أكبر من 30، إديني مثلا B. تمام، إديني إيه B، بعد كده سيمي كولم وأقول له إيه، دخل لي دالة F كمان. لو كانت الخلية دي احنا قلنا أكبر من 30، أكبر من أو تساوي 25، اديني مثلا دي. تمام، بس لازم نحطها من علامة التنصيص، طبعا أنا برجع بالسهم لورا عشان كده هو بيحصل الخطأ ده معايا. أعمل دي. تمام، بعد كده طب لو كان الكلام ده خاطئ أقول له إيه، اكتب مثلا اكس يعني راسب. وبعد كده في حالة اغلاق الاقواس لازم يظهر القوس الاسود الى ما تكون الدالة انتهت، فقال لي ده دي يعني مقبول. اهو عندي 2 ايه، 2 امتياز لانهم اكتر من 40 اللي هو 50 وال 44، عندي 3 اكس لانهم اقل من 25، عندي 1 بي لانه اكبر من 30، وعندي 1 دي لانه اكبر من او يساوي 25. لو عايز تعملها بالطريقة الأخرى بتعمل insert function وادي الدالة F، أو ممكن تروح في الدوال اللوجيكال وتختار الدالة F وأقول له أوكي. الخانة دي لو أكبر من 40 اكتب A، غير كده دخل لي دالة F وخد نفس الخلية وقول لي لو أكبر من 30 اديني B، لو غير كده مثلا خد نفس الخانة لو أكبر من أو تساوي 25 اديني دي، غير كده اديني إكس أو إكس إكس وأقول له أوكي. اداني أهو برضو دي نفس الناتج كما هو،
على الشاشة. وبكده يكون خلصنا دالة F البسيطة ودالة F المركبة، وإلى اللقاء في الدروس القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.